السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا مرحبا بكم في هذا لا فيديو جديدة اللي غادي نشوفوا فيه كيفية أو طريقة حساب معدل النجاح بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي. إذا تابعوا معنا الفيديو إلى الأخير لكي تتعرفوا على طريقة حساب معدل النجاح بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي. إذا بالنسبة عندنا ثلاثة المكونات ديال النجاح بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي. إذا عندي المكون الأول اللي هو المراقبة المستمرة ونسبتها 50%. المكون الثاني هو الامتحان الموحد الأول في النهاية اللي كندوزو في الدورة الأولى ونسبته 25%. ثم عندنا الامتحان الموحد الجهوي اللي كندوزو في نهاية السنة وعليه ونسبته 25%. بمعنى أي نقطة حصلت عليها سواء في المراقبة المستمرة او في الامتحان الموحد او في الامتحان الموحد الجوي كنضربها في المعامل ديالها. دونك عندي مثلا المراقبه المستمره مثلا جبت فيها 8 غادي نضربها في 0.5 اللي هي 4 ديال النقاط. مثلا جبت في الامتحان الموحد رقم 1 جبت مثلا 8 كذلك غادي نضربها في 0.25 اللي هي 2. صافي يعني 4 زائد 2 هي 6. ثم بقى لنا الامتحان الموحد مثلا جبت فيه حتى هو 8 غادي نضربها في 0.25 هي 2 والنقطة النهائية تكون هي 8.